ما هي البي ام بي؟ في معهد في امريكا اسمه بي ام اي بروجكت مانجمنت انستيتيوت، عمل شهاده للبروفيشنال بروجكت مانجمنت، بروجكت مانجمنت بروفيشنال، سماها بي ام بي. ليها كتاب اسمه بيم بوك، صدر منه لحد دلوقتي فيرجن 5. وكنا في اول محاضره خالص خدنا ان البيم بوك ده بيقسم المانجمنت ل 10 نولج اريا، وبيقسم الكلام ده على مراحل مشروع من الانيشيشن للكلوز اوت خلال خمس مراحل المشروع الى 47 بروسس عشان تبقى عملت مانجمنت للبروجكت بطريقه صحيحه متناسبه مع منظور الايه البي ام اي.